مش ضد بعض، مفيش عداوه بيننا وبين رئيس الفتاة السيسي، احنا ماشيين في نفس الخط. مؤتمر لم يخل من الإشارة إلى ما وصف بإنجازات المرشح الرئاسي المنافس الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، عقده حزب الغد الذي يترأسه المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى لإعلان بدء حملته الدعائية للانتخابات الرئاسية، وذلك في أول أيام فتح باب الدعايات الانتخابية وفقا للجدول الزمني الذي وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات. ومن أبرز الرسائل التي وجهها الحضور في هذا المؤتمر وعلى رأسهم المرشح موسى دعوة المصريين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها الشهر المقبل. ننزل الانتخابات وندي أصواتنا بكثافة، مش مهم، أنا بقول الصوت أو اللي يكسب في هذه الانتخابات هو اللي هيقود مصر المرحلة الجاية، وبالتالي واللي مش هيكسب يقدر يكمل ويدي أدواره ويساعد في هذه المرحلة. وعلى الجانب الآخر، عقد المجلس القومي للقبائل المصرية والعربية مؤتمرا لإعلان دعمهم للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، مؤتمر ليس الأول لإعلان دعم ترشيح السيسي بعد أن أعلنت العديد من الأحزاب والحملات الشعبية تأييدهم له. وقبل أيام قليلة أعلنت الحملة الشعبية الداعمة للسيسي اندماجها مع حملة السيسي الرسمية. في مثلا حملة هيبقى ليها ثقل مثلا في إبلي، في حملة يبقى ليها ثقل مثلا في بحري، في القاهرة، في الجيزة. فطبعا كل دوت طبعا لما بيتكتل مع بعضه وخلاص بيبقى معروف ان كل حملة ماسكة جزء معين، او انا هبقى ماسك الجزء الفلاني دوت ماشي، بيبقى هنا برضه ليه ثقل ان كلنا بنتجمع. ومن المقرر ان تستمر فترة الدعايات الانتخابية حتى 23 من مارس اذار المقبل، ليبدأ الاقتراع في الخارج يوم 16 من الشهر ذاته ولمدة 3 ايام، ثم يبدأ الاقتراع في الداخل في يوم 26 من مارس اذار المقبل. في أول أيام فتح باب الدعاية الانتخابية تعقد فعاليات لتأييد المرشحين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، غير أن مؤتمر تأييد المرشح الثاني أشاد صراحة بالمرشح الأول في موقف غير معتاد في إطار المنافسات الانتخابية. دميانة سعد، الحرة، القاهرة.